لمحبي الفخامة والمغامرة، أريدكم أن تلقوا نظرة على سيارة الهامر H1 هذه موديل 1996. السيارة في حالة شبه جديدة، وصدق أو لا تصدق، هذا الوحش لم يسر إلا 70800 كيلومتر فقط. دعوني أريكم بقية السيارة. كما أخبرتكم، السيارة في حالة ممتازة بناقل حركة أوتوماتيكي، والجير الأول مصمم لتسلق الصخور والجبال بمحرك ديزل يعمل بشاحن توربيني سعة 6.5 لتر، ويحتوي على نظام صندوق غوص هوائي لإبقاء الماء خارجاً. السيارة تعمل سريعاً وبشكل مثالي. الإطارات ذات مقاس 37 بوصة بحالة جيدة جداً. السيارة ذات نظام التحكم بنفخ العجلات وبها جنوط من السبائك. قبل أن أريكم يا رفاق الجزء الداخلي من هذه السيارة، أريد أن أريكم الهيكل السفلي وماذا نظافته. الآن استمتعوا بالنظر إلى داخل السيارة. لمزيد من المعلومات وتفاصيل الشراء، راسلونا أو تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني الموضح على الشاشة. أراكم في الفيديو المقبل.